اهلا بيك مصر المحروسه. ما عندناش خلاف. عاوزه ايه من الفن؟ هل الشهره؟ هل النجاح؟ تحيه شهداء ثوره 25 يناير. انا ادعو الشعراء جميعا الى محبه الشعر. القصيدة الأولى الجردان. عم عليه وسق حارتنا وحواري كتير جنبينا، دايما يملى زيارنا بشهده وبحنية قلبه، وساعات بيعشش على أحلامنا. من أول ما بعتلي مرسالك مع عم عليه وأنا قلبي طار من الفرحة، وحط فوق مدنة جامع الأزهر مزروع عنيا ليلاتي ما بين فرع اللبلاب ونقش المشربية، وبدور على حيلة جديدة أشوفك بيها. ساعات يخطفني الشوق أقعد أرصص قلة للبيت واسقيها بمية ورد، وأنا بحدف رمشي عليك وانت على باب القهوة، والشال بيبوس في كتافك وبتعمل نفسك مش واخد بالك. أما اتجرأت شوية خبيت في حنيني جوه ضفيري، كحلت أيام بطيفك وخطفت مليتي وسعدت الدنيا مداريها البرقة. خايفة لا تشوفها نباهة نينة فتحس بحاجة، أصل القلب نحب بجد يبقى في قوة شلبي في توة تحت الربع. القصد اتحججت لنينة وبعد محيلة هشتري وارجع طيارة المنديلة بقويا البنبي، وخرجت وانا قصدة مفارق حارة الروم لاجل معدي قصاد دكانك فينور قلبي بنظرة. وأما لمحتك بتشد الخطوة ناحية بوابة المتولي مديت، كانت دقت قلبي ساعتها أعلى من رنة خلخال الفضة، كان صعب النندة كانت تبقى مصيبة. لكن لما وقفت تسلم على الحاج شحاتة شيخ حارة الكحكيين حدفت لعيونك ضحكة عدت من نقش البرقع، وما مشيت بهداوة حسيت بخيالك حاضن في خيالي، خفت وحودت شمال قال يعني هروح على الساغة. بعد شوية لقيتك جنبي، كان وقتها صوتك زي هديل البنية بينز حنان. أنا هبعت نينة لو كنت موافقة شوري بصباعك على الكردان، وإن ما وافقتيش امشي لبيتك بسلام. كان وقتها جسمي بيتفطط معرفش أنا جبت القوة منين، مديت صابع إيدي وشاورت على الكردان والحلق بوردة، ومشيت بتكعبل في مليتي بتحاوط روحي روايح مسك وعنبر من ناحية عم أمين عطار حش آدم، سرحانة وحيرة وشردة من الفحامين للغورية، ورجعت لبيتنا لوحدي من غير المنديلة بقويا. شكراً. إيزيس، البنت اللي بتسرق ملامحها من كل جمال في الكون، بتحير كل بنات الحي رغم إنها دايما تمشي تعد بلاط الشارع وتداري في أنوثتها الفايرة، وولاد الحي كل ما تمر عليهم يهدوها بعقد من الأشواق ويحاولوا كتير يدخلوا سرداب أفكارها. البنت اللي ليلاتي بتستقبل رنات مجهولة ورسائل مكتوبة بحروف من نار، أول ما بتوصل بيتها بتفك زراير مشاعرها وتضم ضلوع الشيش، تقعد ترسم في مراكب فاضية من غير مقاديف، مع آخر خط في آخر مركب بتنط وتركب وتروح. وما بترجع من دنيا ما نعرفهاش تمسك بإيديها الموج وتسمي عليه، من تاني بترسم نخلة كما المزمار، كل ما نسيم الروح بيمر ما بين صوابعها تطلع مزيكة ملايكة تنور قلب الليل، تسبح وياها البنت
وبسرعة تروح. البنت الحلم بتتوهج وتغيب لسنين، ولاد الحي الحيرة بتاكل في قلوبهم، وسحابة القلق المر بتخلي عيونهم تمطر سؤالات، وبكل جراءة تتمد ايديهم وتقطع شرايين الشيش يلاقوها هناك على كرسي من البنور، بعيون مقفولة وشعر سبايك من نور، فستانها طويل مترصص بزهور اللوتس عمالة تميل وتدور. الكل وقف مسحور، اتقدم واحد وبلهفة ملس بعيونه واستغرب، في منها شعاع الشمس وشمالها بتحضن شيء مجهول. وما تقدم وفتح ايدها بهروا المنظر، اشجار بتسبح ويمام من فضة بيتبسم، ويحاوط سرب من الفراشات بيداعب في عيون البنت، في ثواني بتفرد جناحاتها وتطير وياه. شكرا. كلاسيك. احساسك ايه وانت بتختصر الدنيا في جهاز ارسال اصغر من كف ايديك، يصبح مصدر لسعادتك وتملي سبب لشقاك، والاغرب انك بتحافظ على تفاصيله اكتر من روحك، وما يغني لك بتطير من الفرحة، ونرد الصوت الآلي من غيظك ترميه على أول شيء بيقابلك، لكن لما يشع كلام ورسائل تحضنه بإيديك وتبوسه وتضحك، وتقرر تشحنه بحنانك وتجيب له هدية أول حرف في اسم حبيبتك وتعلقه في ودانه بفرحة، ولأنك طيب بتسامحه لما رصيده من الأشواق بيقل. الناس بيقولوا عليك مجنون، ازاي وبكل براءة بتعدي ايامك وكيانك مرهون بغناه؟ افرض قرر فجأة يسيبك، رح تعمل ايه لو قلبي كفاية لنفسه تعبت من الشغلانة؟ ما تريح قلبك وتفضك من وجع الروح، يطير على ابعد نجمة وتخبي حبيبتك جواك وتعيش. شكراً.